نروح لملف مهم جدا الحقيقه. وزاره الداخليه بتعمل جهود كبيره جدا جدا، مجالات عده بالتاكيد، توفير الامن والامان. مش بنتكلم بس بقى الامن والامان، لكن كمان السلم المجتمعي، من الحاجات المهمه جدا جدا. دايما اللي بيتكلموا على حقوق الانسان، من ضمن حقوق الانسان بالتاكيد ان انت تعمل سلم مجتمعي، ان انت تعمل النشاط الاجتماعي بتاعك، تقديم الخدمات المجتمعيه. لو اتكلمنا على مبادره كلنا واحد، من المبادرات المهمه جدا اطلقتها وزاره الداخليه طبعا تحت رعايه السيد الرئيس من العديد من السنوات، لها انشطه كبيره جدا جدا. دايما في الازمات ودايما في الاوقات، بشكل كل الأوقات الحقيقة، بنلاقي إنها بتوفر مثلا السلع في جميع أنحاء الجمهورية، في مناطق أو من خلال منافذ أمان. لكن إحنا بنتكلم النهاردة على مبادرة جديدة بقى من خلال مبادرة كلنا واحد. المبادرة دي اسمها كلنا واحد هدية العروس، دي بتقدمها وزارة الداخلية في كافة محافظات الجمهورية. بتستهدف إيه بقى؟ بيعملوا إهداء لعدد من يعني العرسان والعرايس بوجه العموم، يعني بيهدوهم مستلزمات الزواج، اللي هي زي ايه؟ الملابس، المفروشات، السجاد. كل محافظة هيختاروا فيهم منهم 10 من العرائس اللي هم مقبلات على بداية الحياة الزوجية، ويبتدوا ان هم يدوهم هذه الهدايا. وكمان التركيز هيبقى على ذوي الاعاقه، الايتام، الاسر الاكثر احتياجا. ده بيتم من خلال في حفله بيتم عملها في كل نوادي الشرطه اللي على مستوى الجمهوريه. الحفله دي بيتم فيها تسليم العرائس او يعني الفائزات اللي هم 10 في كل محافظه هذه الجوائز. كمان ممكن واحده تبقى عندها ظروف، او مثلا واحده عندها نوع من الاعاقه فمش هتقدر يعني تروح عشان تستلمها، بيحصل ايه؟ بيطلع ضابط او ضابطه من المديريه هناك وبيقدموا هذه الجوائز. ده بمحافظات ايه بقى؟ في محافظات دمياط وجنوب سيناء وبني سويف ومطروح والمنيا وقنا والسويس والبحر الاحمر وسوهاج وكفر الشيخ. يعني بنتكلم على مستوى الجمهورية كلها. حقيقة دور مجتمعي مهم جدا، ودايما بنأكد ان اللي بيقولوا حقوق الانسان، من برضه حقوق الانسان ان هو يحصل على معاملة جيدة، وان هو يعيش في مستوى جيد، وان هو يبقى في نوع من انواع السلم المجتمعي. وده طبعا مجهود كبير جدا بتقدمه وزارة الداخلية. كل التحية لكل هذه الجهود.